السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أخوكم في الله مزعصي في الإسلام. وإذا اليوم إذا إن شاء الله راح نستكمل سلسلة فيديوهات الاستولوجي جينيرال بريمير اني ميدسين، واليوم إن شاء الله مع الدرس ما قبل الأخير اللي هو لو تيسي نيرفو. كما على بالنا نختار لي فات قرينا لي ديفيرون تيب دو تيسي، قرينا لي زيبيتيليوم، قرينا لو تيسي كونجونكتيف اي تيسي كونجونكتيف سبيسياليزي، لو تيسي كارتيلاجين، لو تيسي اوسو، لو تيسي سانغان. بقينا غير تيسي مسكيلي على راح نديرو المرة الجاية، واليوم راح نبداو مع لو تيسي نيرفو. أول حاجة نشوفو البلون دو كور تاعنا، نبداو بدي ديفينيسيون سي كوا لو تيسي نيرفو، لوريجين تاعو، لي كونستيسيون إلى غير ذلك. من بعد نروحو لاستخيكتور إيستولوجيك، لاستخيكتور إيستولوجيك تاع لو تيسي نيرفو اللي تنقسم لدو بارتي، اللي هما لي نورون إي لا نيفروغلي، كل وحدة نهضرو عليها في الجزء الخاص بها. إذا نبداو مع ديفينيسيون وشوفو لو تيسي نيرفو. Bon, le tissu nerveux est un tissu spécialisé dans la perception, le transport de l'influx nerveux. C'est le tissu nerveux tissu ou chihuahua, tissu spécialisé dans la perception, l'ihsas, l'ihsas, mais c'est l'ihsas de l'imsi, la perception, c'est l'idarak l'hissi, soit le ru'ya, soit le shim, le dhawq, le kamel, c'est l'idarak l'hissi, c'est spécialisé dans la perception et dans le transport de l'influx nerveux. C'est l'influx nerveux, je connais le dire, le tissu nerveux, هو اللي ينقل l'influx nerveux, هو اللي يصنعه, هو اللي ينقله. بون لوريجين تاع لو تيسي نيرفو هو نوروكتوبلاستيك كما هضرنا خطره اللي فاتت في الكورلو والخلاص تاع لو تيسي ايبيتيلال. واش قلنا؟ قلنا كاين عندنا طروا في امبريونير اللي جا منهم لوم، عندنا لا في نوروكتوبلاستيك اللي يجيو منها لي زيبيتيليوم اللي حيش كنا لابو بار اكزومبل ويجي منها لو تيسي نيرفو، عندنا الميزوبلاست اللي حيجي منها كما قلنا لا بليبار دي تيسي يجي منها لو تيسي كونجونكتيف، لو تيسي مسكيلير، تيسي اوسو، تيسي كارتيلاجينو اكسيتيرا، وعندنا لوندوبلاست اللي راح يجي منها لو تيب ديجستيف. بون لو تيب ديجستيف اي لي بومون، لا تيب ديجستيف بعد يجيو من عندها لي بومون، هذو اللي هذا غابال امبريولوجيك. بون il constitue le système nerveux. C'est le tissu nerveux, ou les chiclines, le système nerveux. Le système nerveux qui regroupe en même temps, c'est le système nerveux qui fait, des cellules spécifiques appelées les neurones, le osbonet, responsable des propriétés fonctionnelles du tissu. C'est le tissu nerveux qui fait, 25% des neurones, les humains les cellules fonctionnelles, les humains les mettent de chassier le tissu nerveux, ou les humains n'ont pas le malumat la sabia. اي دي سيلي نيفروغليك الخلايا الدبقيه راكم فتو عليهم قبل في الباك ودوك راح نعاودوهم مليح. لي سيلي نيفروغليك هادو شكون 75% من لو تيسي نيرفو. سما لو تيسي نيرفو واش كاين فيه؟ فيه 25% دي سيلي فونكسيونيل اللي هما لي نورون، و 75% هما عباره عن خلايا دبقيه. واش هو الوظيفه تاعهم؟ لا بروتيكسيون تاع لي نورون، لو سوتيان معناتها الدعم تاعهم، جون الدعم تاع لي نورون، اي لا نوتريسيون التغذيه تاع لي نورون. سما عندنا عندهم تروا غول، لي سيلول دو سوتيان مع اللي هما لي سيلول نيفروغليك افيك لي نورون. سما هذا واش يتكلم لو تيسي نيرفو، وهكذاك باش حنقسموا لو كور تاعنا، راح نقراو لي نورون وحدهم من بعد نروحوا لا نيفروغلي وحدها. بون لو سيستيم نيرفو دوكا اون جينيرال كيفاش ينقسم؟ لو سيستيم نيرفو ماشي لو تيسي نيرفو، لو سيستيم نيرفو واش كاين عندنا؟ في لو كور تاعنا كاين عندنا سيستيم نيرفو سونترال، وكاين عندنا سيستيم نيرفو بيريفيريك. لو سيستيم نيرفو سونترال واش هو؟ هو الدماغ والنخاع الشوكي، هو لونسيفال اي لاموال ايبينيير. ولونسيفال في حد ذاته واش هو؟ لونسيفال الدماغ واش يتشكل؟ يتشكل من لو سيرفو المخ، لو سيرفولي المخيخ، لو ترون سيريبرال اللي هي واش يسميوها البصله السيسائيه. تسمى عندنا لو سيستيم نيرفو سونترال تاع العون واش كاين فيه؟ كاين فيه لو سيرفو، كاين فيه لو سيرفو، لو سيرفولي اللي يجي تحت السيرفو منه، كاين عندنا لو ترون سيريبرال، ومن بعد يجي عندنا الموال ايبينيير. هذا رسم تقريبي برك. تسمى هذا كامل هذا نسميه لونسيفال، فيه سيرفو، سيرفولي المخيخ، اي ترون سيريبرال. هذو وين يكونوا داخل الكران، داخل بوات كرانيان، والله هي الجمجمه. وعندنا ثاني الموال ايبينيير، الموال ايبينيير اللي يكونوا شيوا اللي يكون داخل لو غاشيس اللي هو العمود الفقري. هذا واش يسميوه؟ هذا يسميوه لو سيستيم نيرفو سونترال، النظام العصبي المركزي. وكاين عندنا سيستيم نيرفو بيريفيريك، واش يتشكل لنا؟ يتشكل لنا من لينير بيريفيريك، الاعصاب اللي نلقاوها بارتو، اللي نلقاوها في لي مومبر، نلقاوها في الفيسيرال، نلقاوها بارتو، هذاك يسموه لو سيستيم نيرفو بيريفيريك. اللي يتشكل لنا من واش؟ يتشكل لنا من لينير اي لي غونغليون نيرفو. لي غونغليون نيرفو شو هما؟ هما دوك يسميهم العقد العصبيه، ولا كيفاش يسميهم، اللي نلقاهم في الكورن بوستيريور تاع الاموال. خيط في الاموال ايبينيير كيفاش مداير؟ خي فيه كما اخي نخدم كما هاك رسم تقريبي برك، ومن بعد يخرج منه لونير، وهنا ثاني كيف كيف من بعد يخرج منه لونير. خلا كانت شفاه، وخي قلنا كاين قرن امامي وكاين قرن خلفي. في القرن الخلفي سمى الكومبوستير واش كاينه؟ كاينه واحد الحاجه هكذا مدايره، واش سميناها؟ سميناها عقده شوكيه، غونغليون نيرفوز. ها
هذا تعرفهم في الهيستولوجي تاع العوامل الجايين، هذا ما يهموش بزاف بس دوكا حنقراو لو تيسي نيرفو، مش حنقراو لورغانيزاسيون تاع لو سيستيم نيرفو اللي حتعرفوها اون دوزيام اني ميدسين. جوست برك رابيل امبريولوجيك، لو سيستيم نيرفو سنترال يجينا من لو تيب نورال في لورغانيزاسيون امبريولوجيك، خي كاين عندنا لو تيب نورال خي كيما نديرو تاع رابيل لومبريون، خي نلقاو كاين عندنا واحد التيب هكذا اسمه هذا يكون لومبريون كوب تاعو، هذا لو تيب نورال، وكاين عندنا واحد النقطة هكذا منه هذا نسميهم لي كريت نورال، كاين عندنا لو تيب نورال يجي منه لو سيستيم نيرفو سنترال، اي لي كريت نورال يجي منه لو سيستيم نيرفو بيريفيريك، هذو تعرفهم في موديل دومبريولوجي. بون هذه كانت عبارة عن مقدمة لو تيسي نيرفو. قبل ثاني ما نكمل نبدا ندخل في لي ديتاي، بون لو سيستيم نيرفو بيريفيريك راهو باين عندنا لي نيرف تاعنا العاديين اللي نعرفو السخيكي تاعهم بعدا. بون في لورغانيزاسيون تاع سيستيم نيرفو سونترال اللي هو لونسيفال كما قلنا قبيل، لونسيفال لو سيرفولي ترون سيريبرال، ومن بعد يجي لاموال ايبينيير. في لورغانيزاسيون تاع لو سيستيم نيرفو سونترال واش كاين عندنا؟ كاين عندنا دو سيبستانس، كاين عندنا لا سيبستانس غريز وكاين عندنا لا سيبستانس بلونش. لا سيبستانس غريز الماده الرماديه ولا سيبستانس بلونش الماده البيضاء. لا سيبستانس غريز واش هي؟ لا سيبستانس غريز عباره عن الاجسام الخلويه تاع لي نورون. دوك كي نقراو التشكيل تاع النورون كيفاش مداير، خي عنده جسم خلوي وعنده لاكسون، عنده لاكسون اللي هو ما عرفتش يسمو الامتداد تاع الاخر بالعربي نسيت كيفاش يسميوه، هذا هو الجسم الخلوي تاع لو نورون، عنده الجسم الخلوي اللي هو البيريكاريون وعنده لاكسون. بون في لو سيستيم نيرفو، في لو سيستيم نيرفو سنترال اسمه في لو سيرفو، في لو سيرفو لا سيبستانس غريز، لا سيبستانس غريز تكون فيغ لا بيريفيري، تكون هي في لا بيريفيري، ولا سيبستانس بلونش تكون ا لانتيريور. بون في لو سيرفو، في لو سيرفو البارتي بيريفيريك هي لا سيبستانس غريز، البارتي بيريفيريك اللي هنا هي لا سيبستانس غريز، لا سيبستانس غريز فيها هذا، فيها لو كور سيلير، لا سيبستانس غريز فيها لو كور سيلير، ولا سيبستانس بلونش واش كاين فيها؟ لا سيبستانس بلونش فيها، لا سيبستانس بلونش فيها لي نورون، فيها لي زاكسون. المهم بعدا نعرفوا الديتاي تاعهم، المهم جيست برك دوكا تعرفوا بلي لا سيبستانس غريز راهي جايه في لا بيريفيري تاع لو سيرفو وفي لانتيريور تاع الموال اوسوز، ولا سيبستانس بلونش جايه في نص لو سيرفو وفي لا بيريفيري تاع الموال ايبينيا. هذه جيست ديتاي برك قادر نحتاجوهم بعدا اذا ما فهمتوهاش نورمال، لانها مش تابعه للدرس تاعنا اللي حنا ندعو عليه درك. دوكا اول حاجه كيفاش قلت اول حاجه راح نبداو بالديتاي تاع لي نورون. حنا قلنا سيستيم نيرفو واش كاين فيه 25% دي نورون و 75% لا نيفرو غلي. دوكا راح نبداو بلي نورون. بون كما قلنا نبداو بلا ستريكتير هيستولوجي تي سي اللي هي لا ستريكتير نيرفوز. بون ا لا سيلين نيرفوز ما عندنا في لا ستريكتير تاع لي نورون، نشوفوا شنو هي كتاع لا سيلين نيرفوز، ديفينيسيون تاعها، لا كلاسيفيكاسيون تاعها، نشوفوا ثاني لورغانيزاسيون تاعها او ميكروسكوب اوبتيك، لورغانيزاسيون دي فيبر دي نورون دي سيناب، نشوفوا سما نشوفوا لا سيلين نيرفوز اللي هي النورون ونشوفوا كل ما يتعلق بها. بون هذه السيلين نيرفوز ستريكتير دي نورون، عندنا لو نورون قلنا واش كاين فيه، كاين فيه لو كور سيلير اللي هو نسميوه لو بيريكاريون، وكاين فيه دي برولونجمون، لي برولونجمون هادو كاين عندنا لاكسون وكاين عندنا لي دوندريت، كاين عندنا لاكسون وكاين عندنا لي دوندريت، ودوك نفصلو في كل واحد فيهم في الدرس تاعنا. لينيتي الاخر لو نورون شو هو ولا لا سيلي نيرفوز، سيلينيتي مورفو فونكسيونيل دو تيسي نيرفو، تسمى هي لينيتي لي حاجه لي تشكل لنا لو تيسي نيرفو وهي ثاني مسؤوله على الفونكسيون تاعو. شي لا ديلت لي نورون ماتير نو سو رينوفال با، شي لا ديلت ماشي شي لونفون، شي لونفون مازالو تصرا من ماتيراسيون، مي شي لا ديلت لي سيلي نيرفوز ما يتجددوش، خصني خيط عينها من قبل الاستحاله الوالديه انه كيما تكوبي عصب مش حيزيد يتجدد، سما لي سيلي نيرفوز ما راحش يتجددو. سو سون دي سيل اور دو سيكل، سما هادو لي سيل راهم خارج لو سيكل سيلير، خلى بالنا لو سيكل سيلير انه الخلية عندها دي ري دو في معينة تنقسم وتنقسم وعندها مثلا الاخر سميوه فترة معينة وتموت، ومن بعد الخلايا اللي ينقسموا حينتجو لنا خلايا جدد كما هدرنا من قبل، قلنا لي سيل بازال اللي نلقاهم في ليبيتيليوم. لي سيل نيرفوز سون دي سيل اور سيكل، معناتها دي سيل ماهمش داخل لو سيكل سيلير، كينو سيديفيس با ما ينقسموش. Ils ont une longévité extrême, عندهم ديري دو في طويله، يقدر يبقاو حتى توت لا في، يقدر يبقاو حتى كامل حياه البنادم هما كاينين لي سيل نيرفوز. اون لي روتروف سوف عند لي سوجي اجي، كاين دي مالادي ديجينيراتيف كيما مالادي دو باركنسون كيما الزهايمر، هذو لي سيل نيرفوز يبدا يصير لهم ديجينيريسونس، مي جينيرالمون لي سيل نيرفوز ما عندهم ديجينيريسونس وحدو هكذاك بغير ما يتقطعوا ولا كاين مالادي معينه، عندهم اون لونجيفيتي اكستخام يعمروا بزاف. On les retrouve dans la substance grise des névrax. هذه هي النقطة اللي هضرت عليها قبيل. نلقاهم dans la substance grise des névrax. اسمها نلقاهم في la substance grise. La substance grise هي اللي تشكل لنا اسمها لي كور سيلير، هذو تشكل لنا la substance grise المادة الرمادية. ولا substance blanche تكون من واش؟ تكون من لي نيرفاك، تكون من لي زاكسون. اسمها la substance blanche يكونوا فيها لي زاكسون، la substance grise يكونوا فيها لي كور سيلير.
دوكا في لونيفراكس قلت في لو سيرفو لا سيبستانس غريز تكون فير لا بيريفيري تكون من برا، وفي لو موال ايبينيير لا سيبستانس غريز تكون على الانتيريور. هذا هو الفرق بين لو سيرفو ولا موال ايبينيير. ولا سيبستانس بلونش العكس، لا سيبستانس بلونش في المخ تكون لداخل، وفي الموال ايبينيير تكون لبرا. On les retrouve dans la substance grise du nivrax et les ganglions nerveux dans certaines régions particulières, comme la mucose olfactive. C'est maintenant de les conseiller dans le gomme. Une gomme nivrax, dans le système nerveux central, dans la substance grise. Une gomme les ganglions dans certaines régions particulières, comme la mucose olfactive. La mucose olfactive, où je kiffe, fiha des corps cellulaires. Les corps cellulaires, c'est eux-mêmes responsables de la chim. سما كاينين دي ريجيون معينين نلقاو فيهم هادو نلقاو فيهم لي كورسيلير كيما قلت باغ اكزومبل ميكوز اولفاكتيف. بصح هادي راهي في لا بيريفيري ماهيش في لو سيستيم نيرفو سونترال، سما ماهيش في النيفاكس. Il se caractérise par un corps cellulaire appelé péricaryon. Il se caractérise par un corps cellulaire appelé péricaryon et par deux types de prolongements à polarisation fonctionnelle appelés les dendrites et les axons. C'est la cellule nerveuse où il y a le péricaryon, le corps cellulaire, ou il y a les dendrites et les axons. Il y a une polarisation opposée. Maintenant, il y a une jihad ou l'autre il y a une jihad. هذا شيء مع النورون كما قلت قلنا عندنا بون هذا هي هذه شيء مع النورون كاين عندنا نوايو كاين عندنا نوايو كاين عندنا السيتوبلازم تاع النورون اسمها سيل كما لي سيل نورمال من بعد واش يجي عندنا من بعد يجي عندنا لاكسون اي لي دوندريت اسمها سيل نيرفوز كاين فيها كورسيليلار اللي هو البيريكاريون كاين عندها لاكسون اللي هو برولونجمون وحده وكاين فيها لي دوندريت قادر يكون وحده قادر يكون بزاف على حساب لا سيليل هذه واش وهي هذه هي الديفينيسيون تاع لو نورون. Donc là, on va faire la classification des neurones. Bien que l'origine embryologique et le fonctionnement général des neurones soient communs, maintenant, même l'origine embryologique, comme le rectoplastique, ou même la fonction, comme les neurones ont une fonction de transmission, l'influx nerveux, la perception, etc., il y a une ikhtilafat. Leur aspect et leur rôle sont multiples. C'est-à-dire qu'il y a une ikhtilafat dans l'aspect, dans le shekel ou dans le rôle. Les critères de classification sont nombreux. Les critères, on a les critères morphologiques et les critères fonctionnels. Les critères morphologiques sont les différences chikliyas, les différences dans le mazhar de les neurones, et les critères fonctionnels sont les différences dans le wazifa de les neurones. C'est cette classification dans les différents neurones. Donc on commence avec les critères morphologiques. Les critères morphologiques ont les différences chikliyas ou les معايير chikliyas. Donc la première chose suivant la taille du corps cellulaire, ont les différences chikliyas à l'échelle de la taille des neurones. Le corps cellulaire qui entoure le noyau varie من 4 حتى 6 ميكرومتر سما يكون الحجم تاعو من 4 حتى 6 ميكرومتر صغير بزاف pour les cellules de grain de cervelet هذوك ما تقراو الهيستولوجي نرفز العام اللي فات تعرفوا شو هو les cellules de grain de cervelet سما يكونوا صغار بزاف من 4 حتى 6 ميكرومتر وين يوصلوا حتى 130 150 ميكرومتر pour les motor neurones de la moelle épinière سما الاختلاف سما راهم يكونوا من 2 او لا من 4 حتى 6 ميكرومتر حتى 130 ولا 150 ميكرومتر سما الاختلاف راهو كبير كاينين لي نورون كبار وكاينين لي نورون صغار هادو باغ اكزومبل هادو الكبار تاع 130 حتى 150 سنتيمتر هما لي موتون نورون نلقاهم في الاموال ايبينيير اللي هما لي نورون موتريس لي نورون موتريس نلقاهم في الكورن اونتيريو تاع الاموال هادو ثاني تعرفوهم في الهيستولوجي تاع العام الجاي. ثم الاختلافات كبيرة بين لي نورون من بين الاختلافات هذه الاختلافات الشكلية في الحجم تاع لي نورون ثم كاينين الصغار خلاص كاينين الكبار خلاص كاينين المويان كيما باغ اكزومبل لي سيل بيراميدال لي سيل بيراميدال هما الخلايا اللي نلقاهم في لاكوش 4 تاع لو سيرفو سي باسكو الكورتيكس سيريبرال فيها بليزيور كوش في لاكوش 4 هذه كاينين لي سيل بيراميدال المسؤولين عن الحركة ثم هادو جيست دي ديفينيسيون تعرفهم مي من بعد العوام الجايين راح تعرفوا كلش بالتفصيل. هادو لي سيل بيراميدال ثاني هما فيهم بعد بيراميدال علاش سميناهم بيراميدال باسكو الشكل تاعهم كيقول بيراميد الشكل تاعهم كيقول هرم مثلثه هادو فيهم صغار تاع 10 ميكرومتر فيهم المويان تاع 50 60 ميكرومتر فيهم الكبار تاع 130 حتى 150 ميكرومتر سما مام نفس لا سيل وعندها احجام مختلفه سما واش معناتها هذا واش معناتها هذا ان مدينا جوج امثله المثال الاول ان مدينا دي نورون الحجم تاعهم مختلف والفونكسيون تاعهم مختلفه والمثال الثاني مدينا لي سيل نفسهم سما نفس الوظيفه مي الحجم تاعهم مختلف هذه هي باسكو رانا في الكريتير مورفولوجيك اول حاجه قلنا على حسب لا طاي كاينين دي نورون صغار كاينين دي نورون كبار ثاني حاجه سولون لا فورم دو كور سيلولار على حساب الشكل تاع لو كور سيلولار ال بيرمي دو ديفينير دي نورون بيريفورم كما هادو دي نورون بيريفورم شكل ايجاسا بيريفورم كما هكا كما لانجاس لي سيل بيريفورم كما لي سيل دو بوركيني دو كورتيكس سيريبيلو هادو عندهم فونكسيون في الكورديناسيون كامل تعرفوهم ثاني في العوام الجايين. لي سيل فيزيفورم لي سيل فيزيفورم كما سيل اوريزونتال دو كاجال سيل فيزيفورم دايرين كما هكا مغزاليه
هذه عملتها في زيفارم. لي سيلي البيراميدو كما هادو تاع الكورتاك سيريبرال. لي سيلي البولي ادريك، بولي ادريك معناتها متعدده الاضلاع والله، هذه سيلي البولي ادريك كما لي موتونورون تاع الكورن اونتيريو اللي قلت لي نورون موتريس. دي سيلي السفيريك مديرين كما هكذا. سما كاين عده انواع تاع لو كور سيلولير كما هنا رانا نشوفوا. كاين عندنا هادو لي نورون بولي ادريك، بولي ادريك معناتها متعدده الاضلاع، بولي ادريك متعدد الاضلاع كما هذا قلت كما الموتو نورون الفا لو نورون موتريس اللي في الاموال ايبينيير. كاين عندنا لي سيل بيراميدال، لي سيل بيراميدال تاع الكورتاكس سيريبرال. كاين عندنا لي سيل بيريفورم شكل اجاسه كما قلنا نلقاهم في لي سيل دو بوركيني. كاين عندنا لي سيل فيزيفورم، لي سيل فيزيفورم اللي قلنا نلقاهم سيل دو كاجال، هذه اسمها سيل دو كاجال مي المهم تعرفوها من بعد اسمها ماشي مش مش هذا الناس ما اسمها مطلوب ان نعرفوا لي سيل نيرفو اون جينيرال. من بعد هذو تاع لي ديفينيسيون تاع كل كورتاكس تعرفوهم في العوام الجايين. كاين ثاني لي سيل هذو لي سيل سفيريك، لي سيل سفيريك نلقاهم في لي سيل غونغليونير، في غونغليون نيرفوز كما هضرنا قبيل قلنا في الغونغليون نلقاها باغ اكزومبل في الغونغليون تاع الموال ايبينيير اللي نلقاهم في الغاسين، نلقاهم في الغاسين بوستيريور. هذا نسميهم لي سيل سفيريك ونلقاهم في لي سيل غونغليونير. سما قلنا لي نور يختلفوا على حساب لا طاي، يختلفوا على حساب لا فورم، يختلفوا ثاني على حساب النومبر دو برولونجمون سيلولير. لو برولونجمون سيلولير واش هما؟ حنا عندنا خي عندنا لو كور سيلولير ومنو جو دي برولونجمون اللي هما لاكسون اي لي دوندريت. على حساب العدد تاعهم والنوع تاعهم والشكل تاعهم كاين اختلاف نسميوها في لا بولاريتي ولا في النومبر دو برولونجمون سيلولير. كاين عندنا لي نورون اني بولار، لي نورون اني بولار عندهم برولونجمون وحده برك وخلاص. لي نورون اني بولار معناتها برولونجمون وحده اللي هو لاكسون، هذه سيل اني بولار معناتها ما عندهمش دوندريت وعندهم اكسون واحد برك وخلاص. اللي هما واش هما؟ اللي هما لي سيل اماكرين دو لا ريتين كما تقراو ثاني ليستولوجي تاع لوي تاع لا ريتين تعرفوها ثاني العام الجاي. كاين عندنا لي نورون بسودو اني بولار معناتها يكشغل اني بولار ماهمش اني بولار في الصح. عندهم دو برولونجمون كومونس بار شوميني كوتي ا كوتي avant de se séparer كما لي غونغليون سبينال. هادو شو اسميهم؟ نسميهم بسودو اني بولار معناتها في الاول يبانوا جون راهم اني بولار شون عندهم واحد برك عندهم برولونجمون وحده مي في الصح راهم زوج ومن بعد ينقسموا كما هذه كما شكون كما لي غونغليون سونسيتيف اللي في لاموال ايبينيير باسكو منين يجي هذوك واش باش دايرين راه يجيهم لانفورماسيون من لا بيريفيري باغ اكزومبل دولور ولا في واحد في صبع مثلا ساعه دولور تنتقل الميساج ينتقل الميساج من الغونغليون نيرفوز والغونغليون نيرفوز هذه يوصلها الميساج هذا وتكمل تديه لاموال. هادو نسميهم سودو اني بولار. كاين عندنا بيبولار، بيبولار معناتها ماشي بسودو معناتها بيبولار عندهم دو بول عندهم اكسون وعندهم دوندريت. وكاينين ملتي بولار عندهم اكسون عندهم بليزيور دوندريت باسكو لاكسون ديما كاين اكسون واحد برك ولي دوندريت يقدر يكونوا ما كانش يقدر يكونوا بزاف. سما كما تكون اني بولار اي باين عندها اكسون برك، بيبولار عندها اكسون واحد ودوندريت وحده، سودو اني بولار راهو اكسون عباره عن اكسون بصح مقسوم على زوج ولا اكسون دوندري تقدر تقول. المهم هو راهو اكسون مقسوم على زوج. وهنايا ملتي بولار، ملتي بولار عندها اكسون وبليزيور دوندريت تسمى هذا على حساب لا بولاريتي سيلولا. الامثله كما سيل البي بولار كما لي سيل دي غونغليون دو كورتي المسؤوله عن السمع في الاخر في لورغان دو كورتي تسمى في لوغاي. لي سيل نورو ملتي بولار كما لي سيل تاع اللي نقولوا احنا نهضروا عليهم تاع الكورن اونتيريور ولا لي موتو نورو تاع الكورن اونتيريور تاع الاموال ايبينيير. دوكا سولون لا لونغور دو لاكسون، سولون لا لونغور دو لاكسون ثاني كاين تيب، كاينين بليزيور تيب. كاين عندنا لي لاكسون تاعهم يكون طويل كما لي سيل دو تيب 2 دو جولجي دو تيب 1 دو جولجي، وكاين لي لاكسون تاعهم صغير كما لي سيل دو تيب 2 دو جولجي. تسمى لي سيل نيرفوز ثاني يختلفوا، عندنا ربع اختلافات في الشكل على حساب لا طاي، على حساب لا طاي تاع لو كور سيلولير، على حساب لا فورم تاعو، على حساب لي برولونجمون، وعلى حساب لا لونغور دو لاكسون. هذا هما لي كريتير مورفولوجيك معناتها الاختلافات الشكليه. دوكا نروحو لكريتير فونكسيونيل ولا الاختلافات الوظيفيه. كاين عندنا لي نورون سونزيتيف، لي نورون سونزيتيف معناتها احساسيه، سو سون باغ اكزومبل لي سيل اولفاكتيف لي سيل فيزيال. هادو لي نورون الوظيفه تاعهم غير جست ينقلوا الاحساس كما لي نورون تاع الرؤيه تاع الشم كما لي نورون ثاني تاع باغ اكزومبل تاع لا بيرسيبسيون تاع لا دولور. هادو كامل نسميهم دي نورون سونزيتيف الوظيفه تاعهم الحس. كاينين دي نورون موتور ولا نسميهم موتو نورون كما اللي نقول احنا نهضروا عليهم. هذا الوظيفه تاعهم حركيه انه راح يديروا يمشيو من لاموال ومن بعد يروحوا يوصلوا لسميهم البلاك موتريس اللي هي اللوحه المحركه في الميسكل ويديروا لنا الموفمون ميسكيلا. هذا نسميهم دي موتو نورون الوظيفه تاعهم حركيه. كاين عندنا لي نورون اسوسياتيف ولا العصبون الجامع، العصبون الجامع منين يكون ما بين نورون ما بين نورون هذا نسميه نورون اسوسياتيف كما لي سيل بيبولار في لاغيتين. لاغيتين هذا هو مش هو لاغيتين هو شبكية العين والله ما على باليش باسمه بالعربية. هذا لاغيتين فيه دي كوش من لي سيل نيرفوز، من ما بين لي سيل نيرفوز هذو كاين سيل نسميهم سيل بيبولار. سيل بيبولار معناتها يربط بين عصب وعصب هذا نسميهم سيل بيبولار ولا عصبون جامع.
عندنا لي نورون سيكريتوار. لي نورون سيكريتوار هادو عندهم وظيفه خاصه شويه، انه في نفس الوقت راهو عباره عن نورون ينقل ميساج نيرفو، وفي نفس الوقت راهو يدير لنا افراز تاع مواد معينه. سو سون دي نورون تري فاريي كي اون اوتر دو لا فونكسيون دو ترونسبور دو نافي نيرفو، اسمها بالاضافه الى الفونكسيون تاعهم تاع لو ترونسبور دو نافي نيرفو، عندهم فونكسيون، عندهم فونكسيون في لا سينتيز تاع دي موليكيل نسميهم لي نوروبيبتيد. كيما باغ اكزومبل لي نورون ايبوتالاميك، عندنا ليبوتالاميس هو تحت ليبوتالاميس هو نمو تحت السرير البصري، ولا هذا واش حيدير؟ هذا يفرز في ليبوفيز اللي هي الغده النخاميه، عندنا ليبوفيز ايبوتالاميس تقراهم العام الجاي في النورو، يفرز لنا دو زورمون اللي هما لا دياش هرمون اونتي ديريتريك اي لوسيتوسين. هادو عباره عن اعصاب خاصه انهم يفرزوا لنا هرمونات، سما في نفس الوقت راهو عباره عن عصب، وفي نفس الوقت راه يدير لنا افراز تاع مواد معينين. هذا اللي طبق باش تعرفوها. مي كما قلت هذا رانا هنا رانا في العام هذا رانا نقراو ليستولوجي جينيرال، الباقي كامل تعرفوه من بعد. خلاص دوكا خلصنا، قلنا الديفينيشن تاع النورون، عرفنا الكلاسيفيكاسيون تاع لي نورون. دوكا واش حندخلو؟ راح ندخلو لا ستريكتير دو نورون او ميكروسكوب اوبتيك. عرفنا باللي كاين كور سيلير، عرفنا باللي لو نير فيه 3 زينيتي، عندنا لو كور سيلير اي برولونجمون لاكسون ودوندريت. دوكا في ليستولوجي راح نعرفو كل وحده منهم واش كاين فيها وش هما لي كاركتيريستيك تاعها. اول حاجه نبداو بها هو لو كور سيلير دو نورون. لو كور سيلير دو نورون واش هو؟ كما قلنا نسميوه ثاني عنده اسم واحد اخر اللي هو بيريكاريون. لو كور سيلير واش هو الخصائص تاعو؟ الي ليميتي با لا مبران بلازميك دو سيليل، كل خليه خي عندها مبران بلازميك. في الكا تاع الاخر سميت على سي نيرفوز نسميوه لو نورولام، نسميوه نورولام. Il comprend le noyau qui est volumineux, un noyau كبيرة, sphérique, دورة, ayant un grand nucléole, سما عنده noyau, grand noyau nucléolé, عنده un cytoplasme, كما أي خلية كل خلية عندها cytoplasme. Outre des constitutions cellulaires habituelles, سما بالإضافة إلى الخلايا إلى العضيات الطبيعية اللي هما اللي كاينين في أي سيليل كما الميتوكوندري، لاباريت دو جولجي، ليزوزوم، هذو كامل كاينين في لا سيليل، كاين عنده دي بارتيكي ولا كاين عنده دي زورغانيز بارتيكيليي. سما لو نورون بالإضافة إلى لي زورغانيز نورمال ولا ممبران بلازميك نورمال اللي كاين في لي سيليل الآخرين العادي، كاين عنده دو زيليمون بارتيكيليي. وشو هما لو كور دو نيسل إي لو نوروفيبريل. سما لو كور سيلير تاع لو نورون فيه كل الشيء عادي كما بقيه لي سيليل. الحاجه الاختلاف الوحيد واش هو؟ انه عنده دو ستريكتير بارتيكولير اللي هما لو كور دو نيسل اي لي نورو فيبريل، وراح نعرفوا كل وحده فيهم واش هي. نبداو بلي كور دو نيسل واش هما؟ سو سون دي غرانيلاسيون بازوفيل. سما هما عباره عن دي غرانيلاسيون، غرانيلاسيون بازوفيل. بازوفيل معناتها يتلونوا بلو بلو كيما نديرو لا كولوراسيون في الميكروسكوب اوبتيك، كيما قرينا في لو تيسي سونغار قلنا كاين البازوفيل وكاين ايوزينوفيل. ايوزينوفيل تتلون اون روج، بازوفيل تتلون اون بلو. من احتى 2 ميكرومتر ديامتر، سما راهم صغار في الديامتر تاعهم. اي سون ديسبيرسي دون لو بيريكاريون اي دون لا بارتي انيسيال دي دوندريت، مي ايل سون ابسون دون لو كون ايمرجونس دو لاكسون اي دو لاكسون لوي ميم. سما في لو نورون نلقاهم جايين في نزيد نرسمو خلاص. سما في النورون، سما هذا هو نورون، عنده دوندريت وعنده اكسون. هذو لي كود دونيس لي غرانيلاسيون دونيس وين نلقاهم؟ نلقاهم في البيريكايون، سما نلقاهم في الكورسيلير لوي ميم، نلقاهم في البدايه تاع لي دوندريت. مي وين ما نلقاهمش؟ ما نلقاهمش لا في لاكسون لا في البدايه تاعو. البدايه تاع لاكسون سميوها كون ديمرجونس، سما في البلايص هذو ما نلقاوش الكود دونيس. دوكا واش هما لو كود دونيس هذو؟ ايل سون فوليمينو اي ابوندون دون لي موتو نورون، معناتها لي موتو نورون هما النورون موتريس نلقاهم بزاف. نلقاهم بلي ديسبيرسي دون لي سيل غونغليونير. لي كور دو نيسل واش هما في الاصل؟ راهم يكونوا غيج اون لارن، لارن تعرفوا لارن، يكونوا فيه بزاف، يكون فيهم بزاف لارن. الكوريسبون ا دي لامال باراليل دي غاتوبلازم غرانيلو او ميكروسكوب الكترونيك، معناتها كيما نكبروهم ونستعمل ميكروسكوب الكترونيك ماشي اوبتيك واش نلقاهم؟ نلقاهم هما هذيك الشبكه الهويه الفعاله الخاصه بالنورو هي الكور دو نيسل. خلينا الاخرى نسميوها الريتيكولوم اندوبلازميك. هذو واش نسميوهم؟ نسميوها غاتوبلازم غرانيلو. سما هي الشبكه الهويه الفعاله تاع النورون هي الكور دو نيسل. وش هو لو رول تاع الشبكه الهويه الفعاله؟ خي سنتاز تاع البروتيين. نفس الشيء لو كور دو نيسل عندهم لو رول تاع سنتاز دي بروتيين اللي هما البروتيين دو ستريكتور، معناتها البروتينات تاع الشكل تاعها تاع ستريكتور كيما باغ اكزومبل الممبران بلازميك، كيما النوايو، كيما هذو كامل نسميهم بروتيين دو ستريكتور. باسكو قلنا لو نورون راهي خليه خليه ما تموتش، باش ما تموتش لازم ديما يكون كاين تجديد تاع لي بروتيين دو ستريكتور تاعها. اي لي بروتيين انزيماتيك، لي بروتيين انزيماتيك لي بروتيين يدخلوا في سنت اف لي زونزيم بور لا ديغراداسيون تاع الجلوكوز تاع لي بروتيين تاع لي اسيد اميني. هنا لازم يكون عندنا بروتيين انزيماتيك. اي لي موليكيل سبيسيفيك، لي موليكيل سبيسيفيك هما لي نورو ترانسميتور، كا
كما لاسيتيل كولين والجابا هذو كامل راهم خاصين بلو نورون، سنتاز تاعهم يكون من هذا لي كود دو نيسل. وكاين ثاني لا سنتاز تاع لي نورو بيبتيد اللي هما كما الدوبامين وهذو كامل اللي راح يكون سنتاز تاعهم ثاني قلنا في لي نورو سيكريتور دي زهرمون. هذو هما الكود دو نيسل، هنا نروحوا ليماج تاعهم. هذو هما لي كود دو نيسل اللي قلنا نلقاهم في البدايه تاع لي دوندريت، نلقاهم في البيريكاريون في الكور سيلولير، ما نلقاهمش في الكون ديمرجونس. هذا هو الكون ديمرجونس، وما نلقاهمش في لاكسون. كما نكبروا بالميكروسكوب الكترونيك شنو نلقاهم؟ نلقاهم هما الشبكه الهويه الفعاله تاع لو نورون. واش كاين فيها؟ فيها الاران، فيها كلش. هذه هي الشبكه الهويه الفعاله اخي، هذو ريبوزومات كما تاع لو كون دونيسل. تسمى كما نكبروا لو كون دونيسل نلقاو هو الشبكه الهويه الفعاله تاع لو نورون. هذه الحاجه الاولى اللي نلقاوها في الاخر في لاسي نيرفوز ولا في البيريكاريون. دونك لي نورو فيبريل، لي نورو فيبريل وشو هما؟ ال سون بريزون دون تو لي نورون، معناتها كامل لي نورون نلقاهم فيهم لي نورو فيبريل. مي دو طون بلي ابارون دون لا سي لا بلي فوليمينوس، كل ما يكون نورون كبير بزاف كل ما نشوفوا هذو نورو فيبريل اكثر. كيما باغ اكزومبل لي موتو نورون خي قلنا خليه كبيره 150 ميكرومتر، نقدروا نشوفوا لي نورو فيبريل فيها مليح اكثر. او ميكروسكوب فوتونيك ال سون مي اون ايفيدونس باغ لي كولوراسيون دو سال دارجون او بيان سال دور، تاع املاح الفضه ولا املاح الذهب. اسمها دي تكنيك دو كولوراسيون، نسموها تكنيك دو كاجال. Ce sont des filaments intracytoplasmiques. شغل هما شغل خيوط نوروفيبريل، شغل دي فيلامون يكونوا داخل لا سيليل ويكونوا في البلايص الكل، يكونوا في الكور سيليلار، يكونوا في لاكسون، يكونوا في لي دوندريت، نلقاهم بارتو حتى ليكستريميتي تاعهم. تسمى نلقاهم من بدايه تاع لو كور سيليلار حتى النهايه تاع لاكسون هما كاينين لي نوروفيبريل. هادو هما لي نوروفيبريل، شغل خيوط كيما هكذا نلقاهم في النورون كامل، نلقاوها نلقاو في الدوندريت، نلقاو في الكور سيليلار، نلقاو في لاكسون. هادو هما لي نوروفيبريل، هذا هو لو كور سيليلار. سما قلنا النورون اش كاين فيه؟ كاين فيه الكور سيليلار ولا البيريكايون، كاين فيه لي دوندريت وفيه لاكسون. لو كور سيليلار خلصنا منه، دوكا نروحو لاكسون. لاكسون لي انيك واحد، معناتها كاين اكسون واحد برك. اي ديبيت بار لو كون ديمرجونس، يبدا بلو كون ديمرجونس. هذا هو لو كون ديمرجونس. ديامتر تاعو يكون 1 ميكرومتر، يكون جينيرالمون 1 ميكرومتر، يكون غير يكون نفسه، ماشي كبار يعني طوال شغل يقاق ويعراض، مي يكون نفسه، يكون جينيرالمون ريدوي، يكون قل من 1 ميكرومتر. او كور دو سون تراجي il peut mettre des collatéral et se termine par une arborisation grave، معناتها لاكسون في التراجي تاعو يقدر يمد دي كولاتيرال، يقدر يمد فروع جانبيه، et se termine par des arborisations grave، ويخلص بتشعبات صغار كما هكذا. باغ اكزومبل لي نورون، لي موتور نورون وين يخلصوا في الميسكل، يدير لنا لا بلاك موتريس. هذا مثال، هذا بالنسبه للاكسون. دوكا في ستريتي تاع لاكسون بعد واش كاين؟ كاين عندنا لا ممبران بلاسميك، وكاين عندنا لو سيتوبلازم دو لاكسون. كاين عندنا لاكسون واش كاين عنده؟ كاين عنده ممبران وكاين عنده سيتوبلازم. الممبران تاعو واش نسميوه؟ نسميوه اكسولام. الممبران تاع لاكسون واش نسميوه؟ نسميوه اكسولام. سيتوبلازم تاع لاكسون واش نسميوه؟ نسميوه اكسوبلازم. سما هذه هي دوكا نعرفوا دوكا بدينا نتعلموا لي سيفيكس. لام على واش تعود؟ تعود على المومبران. كيما يكون اكسون سميو اكسولام، كيما تكون سي نيرفوس سميناها نوغولام. دوكا باغ اكزومبل بلاستوبلازم سميناه اكسوبلازم. دوكا نرجع للمومبران بلازميك تاع الاكسون سميو اكسولام. Il assure la propagation de l'influx nerveux كيما على بالنا بلي الانفلي نيرفو وين يكون في المومبران تاع الاكسون، اللي خي يكون بوزيتيف ونيجاتيف يتعكسوا وتنتقل الاشاره تاع 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 الانفلي نيرفو سو فورم دو بوتونسيال داكسيون. الباقي ديك العباره ما تهمش تاع نيفو دو كونديمارجونس ممبران اي دوبليو كامل سي دو سبيسياليزي. لو سيتوبلازم دو لاكسون او اكسوبلازم، اسمها لو سيتوبلازم تاعو الداخل واش كاين فيه؟ غونفيرم لي نورو فيبريل بيان سير، كيما قلنا قبيل قلنا لي نورو فيبريل يكونوا بارتو. دي ميتوكوندري دو ريتيكولوم ليس دو كالكول ليزوزوم، اسمها كاين فيه لي زورغانيت نورمال تاع لي سيليل. واش كاين فيه؟ كاين فيه لي نورو فيبريل، باسكو لاكسون هو في عباره عن واش؟ هو عباره عن برولونجمون سيتوبلازميك لا سيليل نورمال، اي ما تكونش هكذا كيما نورو، مي لا سيليل نورو هو عباره عن سيليل اوتمون سبيسياليزي، سيليل طورت على لي سيليل نورمال. سيليل سبيسياليزي كاين عندها النوايو تاعها نورمال لو كورسيلا تاعها، وكاين عندها دي برولونجمون سيتوبلازميك اللي ما بينهم لاكسون هذا. سي بور سا نلقاو فيه لي ديفيرون اورغانيت تاع الممبران بلازميك، ونلقاو فيه بالاضافه الى ذلك نلقاو فيه لي نوروفيبريل، ما نلقاوش فيه لي كور دو نيسل برك. دو نومبرو اكسون سون اونتوري سير لا بلي غران بارتي دو لور تراجي بار ان غين دو ميلين كي اكخوا الفيتاس دو كونديكسيون دو لانفلي نيرف. جينيرالمون الاغلبيه تاع لي زاكسون، سما الاغلبيه تاع لي زاكسون في التراجي تاعهم ما يكونوش وحدهم، مي يكونوا مغلفين بان غان غيمد اللي نسميوه غيمد النخاعين غان دو ميلين. وكاين عندنا ثاني غان وحده اخرى نسميوها غان دو شوان، واللي راح نعرفوهم بعدا بالوحده. كاين عندنا غان وحده اخرى بون نسميوها غان دو شوان، غيمد النخاعين وغيمد شوان. سما جينيرالمون لاكسون ما نلقاهوش وحده في الباركور تاعو، مي نلقاو جينيرالمون مغلف بان غان نسميوها غان دو ميلين، وكاين في حالات اخرى يكون مغلف بان غان وحده اخرى نسميوها غان دو شوان اللي راح نعرفوهم بعدا بالتفصيل. هذا بالنسبه للاكسون.
دركا بالنسبه لي دوندريت وشو هما سو سون دي اكسبونسيون سيلير ملتيبل يكونوا متعدده ودي فوا يكون وحده برك كيما تكون باغ اكزومبل سي دي بيبولير ايريغولير ايريغولير معناتها ما عندهمش شكل معين اي تري راميفي متشعبه ديستيني على ريسبسيون دو لانفلي نيرفو سمي دوندريت شو الوظيفه تاعهم الاستقبال تاع الميساج نيرفو مش كيما لاكسون لاكسون يقدر يدير الوظائف في زوج يقدر يستقبل كيما باغ اكزومبل الاعصاب الحسيه هو يستقبل الميساج نيرفو يقدر يوصل الميساج نيرفو كيما لي موتو نورون الحركيه مي لي دوندريت ديما الوظيفه تاعهم جيست لا ريسبسيون برك ديما يستقبلوا الميساج ما يردوش لي دوندريت رونفيرم دي ميتوكوندري دي نوروفيبريل بليز ابوندون كون دون لي اكسون لي دوندريت نلقاو فيهم ثاني نفس ليفل لي زورغانيت مي يكون اكثر من لاكسون ونلقاو ثاني فيهم في البدايه تاعهم قلنا نلقاو لي كوردونيسل لو نومبر اي لا فورم دي دوندريت فاري كونسيديرابلمون سولو تيب دو نورون كيما قلنا قبل قلنا لو نومبر تاعهم لو تيب تاعهم كيفاش مدايرين يختلف على حسب الاختلاف تاع تاع لي سيل نيرفو لي دوندريت بريزونت لو نومبر بوتي بريزونت دو نومبر بوتي دابانديس سفيريك ايريغولير سميهم لي زيبين كي بورت شاكان ان سيناب خلينا نروحوا للايماج تاع لي دوندريت لي دوندريت عندهم دي راميفيكاسيون لي راميفيكاسيون هادو نسميهم لي زيبين كيما يكون كبروا بزاف باش نلقاهم غير شوكات كيما هكا نسميهم لي زيبين لي زيبين هادو في النهايه تاعهم في النهايه تاع كل واحد فيهم كاين مشبك لو سيناب هو المشبك تسمى هادو كامل راح يستقبلوا الميساج نيرفو من دي سيلول وحايد اخرين هادو بالنسبه لي دوندريت رانا نشوفو فيهم وهذا بالنسبه هذا بالنسبه لاكسون رانا نشوفو بيه لاكسون كيفاش داير يقدر يمد دي برونش كولاتيرو وفي الاخر يخلص باربويزاسيون غال قلنا عنده المبغان تاعو نسميوه اكسولام اكسولام والسيتوبلازم تاعو نسميوه اكسوبلازم وهذو لي دوندريت اللي قلنا فيهم لي زيبين اللي كل واحد كل ايبين وحده واش كاين فيها فيها سيناب خلاص دركا خلصنا من ماشي مسخيتي تاع لي تاع لي نورون مي عرفنا كيفاش ندير لي نورون عرفنا كيفاش ندير لو كور سيلير عرفنا كيفاش ندير لي دوندريت وكيفاش ندير لاكسون الحمد لله دوكا راح نبداو نعرفوا لورغانيزاسيون تاعهم سما دوكا عرفنا لي سيل نيرفوز راح نعرفوا لورغانيزاسيون تاعهم كما من قبل في لوتيسي كونجونكتيف عرفنا بلي تكون من دي سيليل وماتريس اكسترا وماتريس اكسترا سيلير ولي فيبر بعدا عرفنا لورغانيزاسيون تاعهم دوكا ثاني راح نعرفوا لورغانيزاسيون تاع لو سيل تاع لوتيسي نيرفو عندنا لورغانيزاسيون تاعها تكون اون فيبر نيرفوز وشو هما لي فيبر نيرفوز Ce sont des prolongements émanent d'un neurone. C'est les prolongements qui jument le neurone, soit dendrite, soit axon. Et ce sont des fibres nerveuses. Elles sont classées en fonction de l'élément lipoglyque qui l'entoure. هاي اللي هضرنا عليها وهضرت عليها هذا وين قلت لكم نهضر لكم عليها من بعد تسمى لي فيبر نيرفوز ولا لي برولونجمون تاع لو نورون كيفاش نكلاسيهم نكلاسيهم على حساب واش نكلاسيهم على حساب لا غان اللي تحوط بهم بهذه الطريقه واش كاين عندنا كاين عندنا اربع انواع باسكو كيفاش ندير لاسين نيرفوز كاين لاسين هذا هو الفيبر نيرفوز هذا باغ اكزومبل لاكسون وكاين عندنا دو بوسيبيليتي كاين عندنا يا اما يكون عنده غان دو ميلين هذه اونفير يا اما هاو نرسمو الموف يا اما يكون عندنا الغان دو شوان هذه اون جون سما يكون وحده من زوج سما وشو من الاحتمالات كاين اربعه يا اما يكون ما عنده والو يا اما يكون عنده الميلين برك يا اما يكون عنده شوان برك يا اما يكون عنده في زوج هذو هما الاحتمالات الاربعه اللي كاينين عندنا اولا عندنا لي فيبر نيرفوز افيك غان دو ميلين اي غان دو شوان اللي يكون عنده في زوج غيم النخاعين وغيم دو شوان سو سون لي فيبر دو سيستيم نيرف بيريفيريك سما جينيرال مولي نيرف بيريفيريك باغ اكزومبل نير اي نير نير ميديون سي 5 سي 6 سي 8 هادو كامل نلقاو فيهم لي دو غان غان دو ميلين اي غان دو شوان هذه الرسمه كيفاش مدايره اسم الرسمه باش توضح اكثر هادو هما جينيرال مولي نيرف بيريفيريك هذا لو فيبر نيرف ولا لاكسون فيه غان دو ميلين هذه اون مارون وفيه غان دو شوان هذه اون جون هذا واش نلقاو نلقاوه في لي سيلين نيرفوز بيريفيريك تيب الثاني واش كاين فيه تيب الثاني فيه الغان دو ميلين برك تسمى فيه الغان دو ميلين وما عندوش شوان هذا واش نلقاوه نلقاوه في سيستيم نيرفو سونترال تسمى درك عرفنا دو تيب اول واحد اللي يكون عنده فيه زوج ميلين وشوان هذا نلقاوه في سيستيم نيرفو سون بيريفيريك كي يكون عنده ميلين برك هذا واش نلقاوه في سيستيم نيرفو سونترال كاين عندنا حاله واحده اخرى وين نلقاو الكان دو شوان برك ما نلقاوش الميلين نلقاو شوان وما نلقاوش الميلين هذا وين نلقاوه نلقاوه في لو سيستيم نيرفو فيجيتاتيف بوست غونغليونير عندنا سيستيم نيرفو فيجيتاتيف واش هو هو مسؤول الحركات اللا اراديه لي زورغان الداخل نسميوه سيستيم نيرفو فيجيتاتيف فيه دو بارتي فيه لو سيستيم نيرفو سيمباتيك اي بارا سيمباتيك الجهاز العصبي الودي والقرب ودي هذا راح نقراوه لكن تقراوه ان شاء الله في الفيزيولوجي وراح تعرفوا لي ديتاي تاعو كامل مي نعرفوا خاصيه انه في لينير بوست غونغليونير تاع لو سيستيم نيرفو فيجيتاتيف راح يكون فيهم غير الكان دو شوان ما كانش فيهم كان دو ميلين وكاينين اخرين وحيد اخرين كيفاش ما عندهم والو ما عندهم ني كان دو شوان ني كان دو ميلين هذو وين نلقاهم نلقاهم او نيفو دو لا سيبستانس غريز دو سيستيم نيرفو سونترال نلقاهم او نيفو دو لا سيبستانس غريز دو سيستيم نيرفو سونترال باش نسميهم لي سيلاندراكس نو
معناتها شغل معريين، ما كان عندهم ني غان دو شوان ني غان دو ميلين. ها نرجع لي تيب، قلنا لي فيبر اللي عندهم في زوج نلقاهم في او نيفو دي فيبر دينار بيريفيريك، لي فيبر اللي عندهم ميلين وما عندهم شوان نلقاهم في سيستم نيرف سنترال، لي فيبر اميلينيك افي غان دو شوان نلقاهم في لي فيبر بوست غونغليونال سيستم نيرف فيجيتاتيف، واللي ما عندهم والو نلقاهم او نيفو دو لا سيبتونس غريز دو سيستم نيرف سنترال. هذه هي هذه الكلاسيفيكاسيون تاع لي فيبر نيرفوز. دركا نروحو للاورغانيزاسيون، خلاص دركا خلصنا لي فيبر نيرفوز، دركا حنا نعرفو الاورغانيزاسيون تاع لي نير الاعصاب من واش متكونين. Sur la plus grande partie de leur trajet, maintenant, في الطراجي تاعهم في المسار تاع لي فيبر نيرفوز ما لقاهمش وحدهم، ما لقاوش فيبر نيرفوز راهي تمشي وحدها، مي جينيرالمون نلقاو الفيبر نيرفوز راهم مع بعضهم، ne sont pas isolés à l'extérieur du système nerveux central, elles se regroupent en faisceaux qui eux-mêmes se regroupent en nerf. معناتها لي فيبر نيرفوز هذوك فاش يديروا راهم يتجمعوا اون فيسو، ولي فيسو هذوك يتجمعوا اون نير كما تشوفوا عليها وقت درناها، درناها كما هضرنا على فيبر دو كولاجين، خي قلنا يقولوا يكونوا فيبرين والفيبرين يتجمعوا اون فيبر ومن بعد يوليو فيسو والى غير ذلك. هنا نفس الشيء في لي نير واش نلقاو؟ نلقاو نفس الشيء. عندنا لي فيبر نيرفوز فورم دي فيسو بريميتيف ولا دي فاسيكيل، معناتها لي فيبر نيرفوز مع بعضهم يشكلونا ان فاسيكيل حزمه اوليه في برقيما وبيان فاسيكيل. هذه الاولى. درك هادو لي فاسيكيل ولا لي فيسو يتجمعوا مع بعضهم، يتجمعوا مع بعضهم واش يمدوا لنا؟ يمدوا لنا دي فيسو سيكوندير، يمدوا لنا دي فيسو سيكوندير. اسمها فيسو سيكوندير واش كاين فيها؟ فيها فاسيكيل مع فاسيكيل مع فاسيكيل، يشكلونا فيسو سيكوندير. لي فيسو سيكوندير هادو كامل مع بعضهم يشكلونا لونير. هذه هي تسمى هاي الايماج باش مدايره. عندنا لي فيبر نيرفوز يتجمعوا لنا اون فاسيكيل بريمير، لي فاسيكيل بريمير مع بعضهم يمدوا لنا لي فاسيكيل سيكوندير، لونسومبل هذا تاع لي فاسيكيل سيكوندير واش يمد لنا؟ يمد لنا لونير. دركا لونير هذا كيفاش مداير؟ عنده دي مومبران، تسمى باش 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 كيفاش نقول لك باش ترى اورغانيزاسيون معينه تاع لي فيسو هذو لي فاسيكيل لينير، كاين عندنا لورغانيزاسيون كونجونكتيف اللي راح تحوط بهم. عندنا لو نير سا كاركتير، عندنا لو تيسي كونجونكتيف، خي قلت لو تيسي كونجونكتيف جاي بارتو، كونفير او نير سا ريزيستونس على تراكسيون اي على سيكسيون، هو اللي يمد النير ريزيستونس تاعو بور لا تراكسيون الجذب اي لا سيكسيون القطع. اللي اورغانيزي اون تروا نيفو، عليها باغ اكزومبل ساعات في الحمد على الخرف والله كون تلقاو نير خي صعيب باش تقطعوه، علاش؟ باسكو كاين عنده لو تيسي كونجونكتيف كي سوليدار او فيبر نيرفوز. كاين عندنا تروا نيفو من تيسي كونجونكتيف، عندنا اول حاجه لوندو نيرف، لوندو نيرف كي على انتيريو دي فاسيكول، سي دو تيسي كونجونكتيف لاش peu abondant qui remplit l'espace entre les fibres nerveuses. C'est maintenant où le haja huwa l'endo nerve. Maintenant, mais les fibres conjonctives, hein, c'est facile qu'il y ait une. Derrière, hein, aussi, ouais, c'est mieux. C'est mieux endo nerve. Mais de l'objectif, hein, c'est mieux endo nerve. L'endo nerve, hein, aussi, huwa huwa tissu conjonctif lâche, peu abondant qui remplit l'espace entre les fibres nerveuses. Je vous le dis, stimule le fer à barre. Tissu conjonctif lâche. Mais on ne doit pas la force ou la rigueur de la tissu conjonctif. Le tissu conjonctif lâche. Mais on ne doit pas la fonction de la résistance contre les forces de traction, par exemple. More l'endo nerve, je connais adna. Qui est adna? Le périnerve. Le périnerve entoure chaque fascicule. C'est un tissu conjonctif lamelleux formé de plusieurs couches conjonctives. تسمى عندنا هنايا شاك فاسيكيل واش يحوطها؟ يحوطها لو بيرينيرف، لو بيرينيرف كي اونتور شاك فاسيكيل، هذا عباره عن تيزي كونجونكتيف لاميلو، شغل ديرامال فوق بعضها من تيزي كونجونكتيف. ومن بعد واش كاين عندنا؟ كاين عندنا ليبينيرف، ليبينيرف اللي يحوط لو نيرف كومبليتمون نسميوه ليبينيرف. كي نفس الشيء شبه البيرينيرف، مي لو بيرينيرف يحوط بلي فاسيكيل، وليبينيرف يحوط بلو نيرف كومبلي، ليميت اكستيريورمون لو ترون نيرفو، سي دو تيزي كونجونكتيف دونس. هنا واش يبقى لنا؟ يبقى لنا هذا التيسي اللي ما بين لي ديفيرون فاسيكول واش يسميوه، هذا عباره عن تيسي سيلو اديبو، فيه الغراس فيه لي سيلول، مي ماهوش دونس بزاف باسكو جينيرالمون لو نير اي كومبلان بلي فيبر. نعاودو دركا، عندنا لي فيبر نيرفوز يدخلونا اون فاسيكول، في نصهم كاين لوندو نيرف ويحوطهم لو بيرينيرف، لو بيرينيرف هذا ما البيرينير يحوط شاك فاسيكول، لي فاسيكول مع بعضهم كامل واش يشكلونا؟ يشكلونا لو نير اللي يحوطو كومبليتمون لي بيرينيرف. هذه الاورغانيزاسيون دينار. دوكا نروحوا لاخر عنصر بعد قبل ما نروحوا لا نيفروكلي اللي هما لي سيناب. سي كوا لي سيناب؟ سو سون دي زون سي سبيسياليزي دو كونتاكت. لي سيناب واش هما مناطق الكونتاكت ما بين دو سيليل او موا وحده منهم تكون نيرفوز. سيناب المشبك العصبي واش هو زون دو كونتاكت ما بين دو سيليل او موا وحده منهم تكون نيرفوز باش نسميوه سيناب. كاينين دي سيناب نوروميسكيلار ما بين سيليل نيرفوز وما بين سيليل ميسكيلار، هادو شو يسموها جينيرالمون نلقاهم في لابلاك موتريس. كاينين دي سيلين نورو غلونديلار نلقاهم ما بين نير وما بين غلوند، يا اما تكون اندوكرين يا اما تكون اكزوكرين، جينيرالمون يديرو لي نير اللي يديرو لا ريغيلاسيون دي سيكريسيون غلونديلار. كاينين نورو سونسوريال
نلقاهم ما بين لي نورون اي لي سيلي سونسوريال، باغ اكزومبل لي سيلي سونسوريال تاع لا فيزيون، لي سيلي سونسوريال تاع لولفاكسيون دون لو تيسي نيرف في لوي ميم، وكاينين دي سيناب نورو نورونال معناتها ما بين الاعصاب في بعضهم كاينين دي كونيكسيون وكاينين دي سيناب. وشو هو الوظيفه تاعهم؟ ال ترانسميت لانفورماسيون بار لانترميديير دي موليكيل سبيسيفيك ابيلي لي نورو ميدياتور، سما لا ترانسميسيون تكون بلي نورو ميدياتور كيما النور ادرينالين لاسيتيل كولين الكابا، هادو نسميو لي نورو ميدياتور، هما اللي راح يخرجوا من سيناب ويروحوا يلصقوا في لاسيل الاخرى باش ترى لا ترانسميسيون تاع الميساج نيرفو. Elles sont polarisées et conditionnent le sens de propagation de l'information. Les synapses vont donner le sens de propagation de l'information. Par exemple, on a deux cellules nerveuses, si trois nerfs qui me hackent une synapse ou une synapse. Ils sont polarisés. Par exemple, quand j'ai le potentiel d'action maintenant, هنا راح ترى libération تاع neuromédiateur ou تكمل ميساج منا. بصح العكس ماشي صحيح. سما les synapses vont راح يديروا لنا la direction تاع la direction تاع انتقال تاع الميساج نيرفو. هذو هما les synapses. سما بهكذا نكونوا خلصنا لا ستريكتير تاع لو تيسي نيرفو تاع لي نورون اي لورغانيزاسيون تاعهم. وكا وين حنروحوا؟ راح نروحوا لا نيفروغلي اللي هي البارتي الثانيه من الدرس اللي قلنا وش هي لا نيفروغلي. لا نيفروغلي هما الخلايا الدبقيه، الخلايا الدبقيه la définition تاع لا نيفروغلي سي لونسومبل دي سيلول اسوسي او نورون دون لو تيسي نيرفو. لا نيفروغلي هما لي سيلول اللي يكونوا مع لي سيلول نيرفوز في لو تيسي نيرفو. ايش كنا قلنا؟ ثلاثه على اربعه من لو تيسي نيرفو هي عباره عن نيفروغلي. وشو هو لو رول تاعهم؟ قلنا رول دو سوتيان دو نيتريسيون اي دو بروتيكسيون اي الي انديسبونسابل بور لا فونكسيونمون دي نورون. سما بغير لي زوليغو بغير هذو لي سيل لي لا نيفروغلي لي سيل نيرفوز ما يقدروش يخدموا كوريكتومون. سما لو تيسي نيرفو واش لازم يتوجب؟ يتوجب انه كاينين لي سيل نيرفوز اللي هما اللي راح يديروا لنا الفونكسيونمون بعد، ويتوجب انه كاينين لا نيفروغلي اللي راح يعاونوا لي نورون في الوظيفه تاعهم. بون لا نيفروغلي واش كاين؟ كاينين دو تيب، كاين عندنا لا نيفروغلي سونترال وكاين عندنا لا نيفروغلي بيريفيريك. لا نيفروغلي سونترال يلقاوها في السيستم نيرفو سونترال اللي كما قلت هو لونسيفال الى موال ايبينيير، وكاين عندنا لا نيفروغلي بيريفيريك اللي يلقاوها في نيرف بيريفيريك. لا نيفروغلي سونترال الي سيتي دون لي سيستم نيرفو سونترال بيان سير، مادام في السيستم نيرفو سونترال جات من التيب نورال. واش كاين فيها؟ كاين فيها دو تيب ثاني. سما نيفروغلي سونترال بعد فيها زوج انواع، كاين عندنا لا نيفروغلي ايبيتيليال ولا نيفروغلي انترسيسيال. لي نيفروغلي ايبيتيليال هذو نلقاوها جينيرالمون نلقاوها تحوط لي كافيتي، باسكو داخل لو سيستم نيرفو تاعنا كاين عندنا دي كافيتي. لي كافيتي فيهم لو ليكيد نسموه ليكيد سيفالو غاشيديان، سائل المخ النخاعي هذا اللي تفرجوا هجوم العمالقه على بالهم وش هو. هو هذا السيير هو عباره عن ليكيد يكون داخل السيرفو، عنده بزاف من الوظائف، الوظائف منها الحفاظ على البريسيون تاع البريسيون انترا سيريبرال، الوظيفه انه مهم عنده بزاف وظائف تاع لابسوربسيون دي شوك باسكو يكون فوق الليميناج. المهم عنده بزاف وظائف راح تعرفهم ثاني كما تقراو كما تقراو اكثر في النور العام الجاي. سما لي سيلين اللي يحوطوا بالكافيتي هما عباره عن سيل ايبيتيليال، باسكو كيما هضرنا في الايبيتيليال واش قلنا؟ قلنا لي سيل ايبيتيليال هما لي سيل اللي يكونوا متراصين في بعضهم، يكونوا اون كونتاكت دو ليكستيريور ولا اون كونتاكت دين كافيتي. وكاين عندنا لا نيفروغلي انترسيسيال، لا نيفروغلي انترسيسيال هما الخلايا الدبقيه اللي يكونوا في نص تي سينيرف في الويمام. هادو شو هما؟ هادو لا نيفروغلي سونترال. لا نيفروغلي بيريفيريك هما الخلايا اللي يكونوا مع لي نيرف، هذه هي. ومن بعد نعرفوا التفصيل تاعهم بالواحد، ما حبيتش نذكرهم باسكو كل وحده راح نذكرها من بعد بالتفصيل. لا ستريكتور تاعهم، اول حاجه نبداو بلا نيفروغلي سونترال ومن بعد نروحوا لا نيفروغلي بيريفيريك. لا نيفروغلي سونترال واش قلنا؟ قلنا هي الخلايا الدبقيه اللي نلقاوها داخل لو سيستيم نيرفو سونترال، الموال ايبينيير اي لو سيرفو. لا نيفروغلي ايبيتيليال واش هي؟ ولا نيفروغلي انترسيل واش هي؟ لا نيفروغلي ايبيتيليال اي سي تي دون لو سيستيم نيرفو سونترال بيان سور. Elle correspond aux cellules épithéliales qui bordent les cavités internes du cerveau et de la moelle épinière. On a des cavités dans le cerveau ou dans la moelle épinière. Il y a aussi des cellules épithéliales. عندنا في المول ايبينيير عندنا نسموها كانال بونديمير، قناه السيساء هذيك اللي قالها جون كيما نرسم المول ايبينيير ديما نرسمو تخوف في النص، هذاك نسموها كانال ايبونديمير. وين نلقاو ثاني؟ نلقاو دون لي فونتريكيل، لي فونتريكيل سيريبرو. لي فونتريكيل سيريبرو كاينين 4 فونتريكيل، في 1 في 2 في 3 اي في 4، هذو ثاني تعرفوهم العام الجاي كيما تقراو النور بالتفصيل. الي او كونتاكت ديريكت افيك لو ليكيد سيفالو غاشيديان، هادو هما لا نيفروغلي ايبيتيليال. كاينين دو تيب من لي سيلين، كاينين دي سيلين نسميهم ايبونديموسيت، وكاينين دي سيلين نسميهم دي سيلين دو لابليكسيس كورويد. هادو علاش لازم نعرفوهم؟ باسكو من بعد في النور اون كاتريام اني كيما تقراو لي تيمور نيرفوز تعرفوا التيمور كيفاش نعرفوه؟ نعرفوه على حساب النوع تاع السيلين اللي جاو منها. نبداو بلي زيبونديموسيت. لي زيبونديموسيت اي رياليز ان ايبيتيليوم سو ان بسودو ايبيتيليوم بريزماتيك سامبل. سما شغل ايبيتيليوم بريزماتيك باسكو راكم تشوفوا لي سيل كيفاش مدايرين، مدايرين شغل الهرم كيما هكذا، بصح هما الاقرب انهم يكونوا بريزماتيك. على هذه شكون قلنا؟ قلنا ان بسودو ايبيتيليوم بريزماتيك سامبل.
كومبورت دي سيل فيبراتيل، كاين فيه دي سيل فيبراتيل كي سو رانيفي شي لاديلت، معناتها لي سيل فيبراتيل هادو مع عند لاديلت مع الوقت يروحوا. اي دي فام ميكروفيلوزيتي مي بانوش ايريغولي. هذه هي، هادو هما لي سيل ايبونديمر، لي ايبونديموسيت. Le pôle profond est allongé et s'enfonce dans le tissu nerveux sous-jacent. Là, comme tu vois, le pôle profond est allongé. Alors, il y a le tissu nerveux. Il y a parfois les cellules qui sont en contact avec les capillaires sanguins. Dans le cas de ça, ils sont tanycytes. C'est-à-dire des ipondymocytes. Je touche le tissu. Je suis prismatique, mais je suis prismatique. Il y a un prolongement vers le tissu nerveux sous-jacent. Le pôle apical, il y a des microvillosités et des cellules vibratiles. Il y a parfois des cellules prolongement qui sont les capillaires sanguins. Il y a des cellules qui sont les cellules qui sont les tanycytes. C'est ce que les ipondymocytes. الوظيفة تاعهم واش هي؟ انهم يحوطوا بلي كافيتي تاع واش؟ تاع لي كافيتي تاع لو سيستيم نيرفو سونترال. عندنا لي زيبيتيديوم دو بليكسيس كوروويد. لو بليكسيس كوروويد هذا واش الغول تاعو؟ هذا هو اللي راح يدير لنا لا سينتيز تاع لالسيا. تسمى لالسيا السينتيز تاعو منين يجي؟ يجي من البليكسيس كوروويد هذا. لي سيل ايبيتول لي سيل ايبيتيديال سون كلير بروش دي سيل دو بليكسيس كوروويد دو لاي، باسكو كاين عندنا بليكسيس كوروويد دو لاي الوظيفه تاعو هذا لا نيتريسيون، مي البليكسيس كوروويد تاع لو سيرفو الوظيفه تاعو انه يدير لنا لا برودكسيون تاع السيير. بورت دي بتيت ميكروفيلوزيتي، راكم تشوفوا كيفاش دايرين، عندهم بتيت ميكروفيلوزيتي. Et ils réalisent, on a des microvillosités, ils réalisent un aspect en brodure en brosse. On a des microvillosités, brodure en brosse. Mais les microvillosités, c'est pas une image, l'image bizarre. Mais ça, c'est les cellules. Je vois l'ibane, je vois l'épithélium qui est exemple. Ça, c'est les cellules de la chose. Le scoroïde, c'est la synthèse de la cellule. Donc, on a la névroglie. بيري لا نيفروغلي ايبيتيريال اللي قلنا فيها لي زيبونديموسيت وفيها البلاكيس كوغويد. دونك نروحوا لا نيفروغلي انترسيسيال وبيان الخلايا الدبقيه اللي تكون في نص لو سيستيم نيرفو سونترال، وهذه هي المهمه بزاف. علاش؟ باسكو راهي تشكل لنا 70% من التيسي نيرفو. تسمى 70% من التيسي نيرفو راهو عباره عن نيفروغلي انترسيسيال. الكونستي دي سيلي نيفروغليك انتيمون اسوسي او نورون، معناتها نلقاهم لاصقين في لي نورون. Et mise en évidence par les colorations qui m'agonnent les sels d'argent, les sels d'or, c'est une technique de Kajal. On a trois grands types cellulaires. On a trois types de cellules qui sont les plus importantes. On a d'abord les astrocytes, les oligodendrocytes et les microgliocytes. Mais les noms sont les astrocytes, c'est un jumi. On a nommé astrocytes parce que le chèque est étoilé. اوليغودوندروسيت اوليغو معناتها قليل، اوليغو معناتها حاجه معناتها من 3 الى 7 3 الى 9 دي اوليغو قليله. دوندروسيت لي دوندريت نسميهم خلايا قليل الترسم بالعربيه، اوليغودوندروسيت معناتها عندهم شويه دوندريت. وكاين عندنا لي ميكروغليوسيت، هو سيل الجليه وهي صغيره، سي بور سا نسميوها ميكروغليوسيت. نبداو باول سيل هي لي زاستروسيت. وشو هما لاستروسيت؟ سو سون دي سيل ايطوالي، الشكل تاعهم على شكل عندهم شغل كيما النجمه. Ayant un ou plusieurs prolongements cytoplasmiques, un ou plusieurs prolongements cytoplasmiques, s'étale sur la basale d'un capillaire. Maintenant, on va voir. Un ou plusieurs prolongements. Comme tu vois, je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment je vais. Je vais vous montrer comment le prolongement. Le prolongement, c'est où il va? Il va les capillaires sanguins. C'est en général, c'est les astrocytes. عندهم يديرنا ان اسباس بيري فاسكيلار من 40 ل 100 نانومتر ديبيسور. شغل هادو لي سي ليزاستروسيت بلي برولونجمون تاعهم راح يروحوا يغلفوا لنا لي كابيلار سانغين. سي بي جو ان رول دون لا بارير ايماتو انسيفاليك. سما شو هو لو رول تاع ليزاستروسيت هذا؟ لو رول تاع ليزاستروسيت انهم عندهم دي برولونجمون، لي برولونجمون هادو راح يغلفوا لنا لي كابيلار سانغين. الكابيلار سانغين خي قلنا عندهم اندوتيليوم، وهما راح يزيدوا يغلفوا هادو لي كابيلار سانغين. علاش؟ باش يشكلوا لنا حاجه يسموها لا بارير ايماتو انسيفاليك. البارير ايماتو انسيفاليك هذا علاش كاين؟ باش يحمي لونسيفال اللي هو عباره عن اورغان نوبل، المخ هو اهم من اهم الاعضاء في الجسم تاعنا، اذا ما كانش الاهم. هذه هي اسمع علاش باش يحميوه من لي جيرم. سي بور سا كاين عندنا بارير، معناتها ما يجيش الدم ديريكتومون يصب في لو سيرفو نو، مي كاين عنده بارير للحمايه من لي زانفيكسيون اي لي جيرم. هادو هما لي زاستروسيت، الوظيفه تاعهم هي حمايه لو سيرفو عن طريق تشكيل هذا البارير ايماتو انسيفاليك. L'ensemble de réseaux capillaires du système nerveux central est entièrement revêtu par les prolongements astrocytaires. معناتها كامل العروق تاع لو سيرفو راهم مغلفين بلي زاستروسيت. درك لي زاستروسيت هادو عندهم دو تيب على حسب لا لوكاليزاسيون تاعهم، على حسب وين راهم جايين، راهم في لاسيبتونس بلونش ولا راهم في لاسيبتونس غريز. اول حاجه عندنا لي زاستروسيت بروتوبلازميك افيبريلار. هادو لي زاستروسيت راهم وين جايين؟ نلقاهم في لاسيبتونس غريز دو سيستيم نيرفو سونترال، نلقاهم في لاسيبتونس غريز ماشي في لاسيبتونس بلونش.
Le corps cellulaire porte plusieurs prolongements courtes, ramifiées. Les astrocytes protoplasmiques, ils gonflent la substance grise. On a plusieurs ramifications. Il faut qu'il y ait les ramifications bzef, ou même les ramifications. Donc, il y a des ramifications. Je des épines. On a des ramifications. Ou les ramifications, il y a des ramifications. On les épines. Au niveau du cortex cérébral, les astrocytes protoplasmiques sont étroitement appliqués contre les neurones pyramidaux. Ou هذو les neurones protoplasmiques, c'est ma belle idée, il y a une fonction تاعهم انهم يغطيونا لي كابيلار سانغين, نلقاهم قدام لي سيلول بيراميدال. اللي جال هذه سميناهم ساتيليت مرافقه لسيل بيراميدال. هذو لي استروسيت بروتوبلازميك. دوزيامو عندنا لي استروسيت فيبريلار, هذو جينيرالمون نلقاهم في لا سيبستانس بلونش. لو كور سيلولار تاعهم بلي بوتي بورت دو بلي دو لونغ برولونجمون سيتوبلازميك ليس اي بو راميفي. معناتها دوزيام البريمير كانوا قلنا راهم غاميفيي فيهم بزاف لي غاميفيكاسيون فيهم لي زيبين مي هادو كيفاش يكون لو كور سيلير تاعهم يكون صغير اكثر على البروتوبلازميك ولي غاميفيكاسيون تاعهم واش يكونوا ليس ما عندهمش لي زيبين هذوك سمي يكونوا كما هكا برك راكم تشوفوا بلي ما عندهمش الفرق بينهم وبين هادو انهم ما عندهمش لي زيبين مي الوظيفه تاعهم اون جينيرال واش تبقى هي الحمايه تاع لو سيرفو من لي جيرم عن طريق تشكيل تاع لا بارير ايماتو انسيفاليك اللي يحوط باش اللي يحوط لنا بلي كابيلار سانغين. هادو هما الاولين من لا نيفرو غلي انترسيسيال هما سميناهم لي استروسيت. دوزيامون واش كاين عندنا لي زوليغو دوندروسيت. كل وحده عندها لو رول تاعها, ما كاينش سيل هكذاك خلقها ربي هي ما عندهاش رول. لي زوليغو دوندروسيت لو كور سيلولار اي بلو بيتي كو سيلوي دي استروسيت, معناتها لو كور سيلولار تاعهم يكون صغير على الاخرين. اي بريزونت دو لونغ اكسبانسيون فان بو نومبروز اي بو راميفي. هادو هما هنا نشوفهم لهنا. Le corps cellulaire est un peu plus grand, il a des prolongements fins et peu ramifiés, ou même des cônes peu nombreux, parce qu'on a des oligodendrocytes, mais on a des prolongements bizarres, on a des prolongements de la barque. C'est des expansions fins peu nombreuses, ils sont proches du vaisseau, mais ils n'existent pas depuis vasculaire. Maintenant, ils ont grave les vaisseaux sanguins, ils ont grave les hommes, mais ils ne sont pas depuis vasculaire, ما كانش عندهم هذيك البي اللي تغطي لو فيسو مش كيما لي استروسيت. سما الوظيفه تاعهم ماهيش التغطيه تاع البي فاسكيلار, يكونوا قراب للفيسو مي ما يغطيوهش. هادو لي زوليغودوندروسيت مي نيست با دو بي فاسكيلار. دونك لي زوليغودوندروسيت ثاني كاينين دو تيب, كاين عندنا لي زوليغودوندروسيت بيرينو رينو ولي زوليغودوندروسيت انتر فاسكيلار. لي زوليغودوندروسيت بيرينو رينو من الاسم تاعهم واش نعرفو بيرينو رينو معناتها محيطه بالنورون. سيتي دون لا سيبستانس غريز, يكونوا في لا سيبستانس غريز. Ils sont associés au péricaryon. La substance que je connais qui est le corps cellulaire. Les oligodendrocytes, c'est ce qui est fait pour le neurone. Le système nerveux central, ce sont les petits satellites neuronaux. C'est ce qui est fait. Les oligodendrocytes périnorinaux, c'est le neurone. Ou bien, il y a un neurone qui est fait pour les oligodendrocytes. C'est le neurone ou les oligodendrocytes. Alors, je vais vous dire, par exemple, il y a trois prolongements par cochlas. C'est les oligodendrocytes. Ils sont fait pour le neurone. Les oligodendrocytes périnorinaux, ils sont fait pour le neurone. Les oligodendrocytes interfasciculaires, on les voit. Les lex de hadou li gina fla substance grise, hadou li gahom fla substance blanche, wach ydirou? Houma li rah ydirouna la myélinisation des fibres nerveuses. Khay gonna les fibres nerveuses tal système nerveux central wach kayn ndhom? Khay gonna ndhom le gain de myéline. Le gain de myéline hadou wach houwa? Houwa ibara an prolongement tal les oligodendrocytes. Sma li prolongement tal les oligodendrocytes rah yghtiou li nerf wach kilounhom le gain de myéline. Sma hadi el wazifa tal oligodendrocytes anha dirna la myélinisation tal wach? Dirna la myélinisation tal le système nerveux central. هذه الوظيفه تاع الزوليغودندروسيت. قلنا هما خلايا لو كور تاعهم صغير البرولونجمون مش بزاف. الوظيفه تاعهم واش هي؟ انه كاينين دو تيب, انهم يحوطوا بلو سيستيم نيرفو. كاين عندنا لي جايين في لا سيبستونس كريز مع لو كور سيلا نسميهم بيرينو رينو, وكاين اللي يحوط لنا بلي فيبر نيرفوز نسميهم انتر فاسيكيلا. دوكا نروحوا لا سيلي الاخرى في لا نيفروغلي انترستيسيال واش هي؟ نسميهم لي ميكرو غليوسيت, الخلايا الدبقيه الصغيره. Ils constituent la microglie. Au microscope photonique, ce sont des petites cellules ramifiées retrouvées aussi bien dans la substance blanche ou la substance grise. On a des cellules rares, ramifiées, dans la substance blanche ou la substance grise, kif-kif. Contrairement aux cellules gliales précédentes, maintenant, contrairement à les oligodendrocytes ou à les astrocytes, ces cellules, la microglie ou chicone, l'origine d'eux origine de le type neural, mais l'origine d'eux est hématogène, l'origine d'eux est le mésoblaste. Mais apparentés aux phagocytes mononucléiques, qu'on appelle les phagocytes mononucléiques. Comme on a parlé avant, on a les phagocytes mononucléiques. Ici, l'origine d'eux est les phagocytes mononucléiques, comme le macrophage.
leur précurseur, c'est l'asan تاع النينجا, جاء من البرومي ايلو سونغي فورماتور كولونيز طول لي زيبوش نيرفوز, جاء في التكوين, في التكوين الاول تاع لينر كاينين دي زيبوش سونغين, كاين جول جول باش نقول لك بريكيرسو تاع الخلايا الدمويه, تسمى الاصل تاع الخلايا الدمويه جا قدام لي سيل نيرفوز, جات منه هذه لا ميكروغلي, الغول تاعها بعد هو الفاغوسيتوز. لي ميكروغلي سون بو نومبرو, معناتها ما نلقاهمش بزاف, هما 5 حتى 10% برك من لي سيل الجليال. سو سون دي زيليمو فاغوسيتار او روبو, هادو لي زيليمو واش حيديروا, راح يديروا الفاغوسيتوز, مثلا كون يكون كاين دي بري, كون كاينين دي بارتي ميتين من لونار, هادو راح يديروا, راح يديروا الفاغوسيتوز تاعو, تسمى لو غول تاع لا ميكروغلي اي لا فاغوسيتوز. هادو هما لا ميكروغلي سيليل صغار عندهم بزاف لي برولونجمون, لو رول تاعهم اي لا فاغوسيتوز او روبو. خلاص دوكا خلصنا لا نيفروغلي سونترال لي جو لي كولو في سيستم نيرفو سونترال. دوكا نروحو لا نيفروغلي بيريفيريك اللي نلقاهم او نيفو دو سيستم نيرفو بيريفيريك. كاينين زوج, كاين عندنا لي سيليل اوندو كابسيلار وكاين عندنا لي سيليل دو شوان. لي سيليل اوندو كابسيلار وشو هما؟ هما دي سيليل ساتيليت دي نورون غونغليونير, كيما هضرنا قبيل قلنا كاين عندنا دي نورون غونغليونير كيما لي غونغليون تاع لي سيستم نيرفو سيمباتيك ولا لي غونغليون اللي نلقاهم او نيفو سبينال. Ce sont des cils étoilés en rapport étroit avec le corps du neurone des ganglions sympathiques et cérébrospinaux. Maintenant, les ganglions sympathiques et cérébrospinaux, elles sont les équivalents des astrocytes protoplasmiques. Maintenant, vous mettez qu'arrive l'astrocyte qui est dans le système nerveux central, et vous mettez dans le système nerveux périphérique. Elles s'interposent entre le corps et le neurone et la capsule conjonctive qui l'enveloppe. Je vais mettre endocapsule, je vais mettre سمعنا عندنا هذا نورون كيما قلت لكم قبيل كنا تاع الكونكريت باش يجيو, يجيو سفيريك ويجيو بيبولار, يجيو بسودو اني بولار, سمع باش نبقاو شايفين على على الاخر الشكل تاعنا. سمع عندنا لي نورون غونغليون كنا يجيو سفيريك, يجيو بسودو, يجيو بسودو اني بولار, مي هذو لي سيل, هذو لي سيل اوندو كابسيلار وين يجيو؟ يجيو هنا, يجيو جوج في النص ما بين, يجيو ما بين الكابسيل وما بين لو كورسيلار. علاش هذه سميهم اوندو كابسيلار؟ باسكو هذه هي الكابسيل تاع لو كورسيلار, هما يجيو ما بين الكابسيل ما بين لو كورسيلار. عاجل هذا نسميهم دي سيل اوندو كابسيلار. واش يشكلوا لنا؟ يشكلوا لنا ليكيفالون تاع تاع لي زاستروسيت في الـ في الـ في الاخر في اونيفو دي سينيرفو سونترال. هما ليكيفالون تاع لي زوليغو دوندروسيت نورمالمون بيرينورينو, ماشي لي زيكيفالون تاع لي زاستروسيت. هي وعندنا لي سيل الاخرين شو هما؟ هما لي سيل دو شوان. لي سيل دو شوان حنا هضرنا عليهم قبيل, قلنا لي سيل دو شوان هما راح يشكلوا لنا الكان دو شوان ونلقاهم اون بيريفيري برك, نلقاهم غير في لي سيل بيريفيريك. قلنا يا اما يكون لونار هذاك يكون عنده غان دو ميلين وغان دو شوان اللي هما لا بلي بارت لينار بيريفيريك, يا اما عنده غان دو شوان برك نلقاو او نيفو دي سيستم نيرفو سيمباتيك. لي سيل دو شوان عندهم فورم سيلندريك اوتور دي فيبر, ال فورم لا غان دو شوان دي فيبر نيرفو دو سيستم نيرفو بيريفيريك. هذه هي اسمها لي سيل دو شوان, ونلقاهم غير في السيستم نيرفو بيريفيريك ما نلقاهمش في سونترال. هذا هو الكور تاعنا. ميرسي بور فوتر اتونسيون, نتمنى تكونوا فهمتوا, عطونا رقم في التعليقات اذا ما فهمتوش ثاني, عطونا رقم في التعليقات اي تساؤلات مدوهم لنا. هذا ما وفقني اليه الله, فان اصبت فمن الله وان اخطات فمن نفسي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.